القش موجود من أولى ابتدائي. أولى ابتدائي. من أولى ابتدائي. وبتشجيع الأهل. في مدارس عندنا يعني تعال غش حلال. أنا عندي تراكم في الفقد في مهارة الكتابة، القراءة، الاستماع والمحادثة. خل العالم تغش وتنجح، شو المشكلة يعني؟ بنت مثلاً صغيرة ثاني ابتدائي، فأقول لها مثلاً عينش في ورقتك، فتقول لي أمي قالت لي نقلي من اللي يمك. مديرة كلها غشت عليك على هذا الطالب المسكين يعني. خذيتها طبعا كلينكس، خذيتها فقلت كا هذه سماعة، شلون تقول انت مو قاعد تخش؟ ما كان في دراسات توضح ان كل طالب ان المواد اللي قاعد ياخذها اونلاين فعلا قاعد يحصل فيها المعلومه او يحصل فيها المهاره. اعتقد يجب ان تقف كل المؤسسات في وجه هذه القضيه وتحل، والا اصبح التعليم في خطر.